اعطيك ملعب شباب. ما فيك دكتور. المحاضرة الماضية حكينا عن الريجولر لانجويج وقلنا انه الريجولر لانجويجز ار كلوزد under set of operations right on a regular languages are closed under اشمل ال regular languages closed under what؟ ايش ال operations اللي بتحاضر ال result تبعها still regular union. يعني لو انا عندي L1 و L2 regular حيكون L1 union L2 is also a regular. يعني هاي مثلا اعطتني L3 L3 تنتج عن اتحاد L1 و L2 is also a regular language. تفضل. سلام طبعا. إذن أول عملية اللي هو اليونيون. مين يعطينا عملية ثانية يا شباب؟ الكونكاتينيشن. الكاتينيشن أو الكونكاتينيشن بسموها كاتينيشن بسموها كونكاتينيشن. تمام. يعني L3 تساوي L1 concatenate L2. إذا L1 و L2 regular L3 is also regular. وإيش كمان غير اليونيون والconcatenation؟ الستار. الستار closure. تمام. يعني ممكن انا اعرف L3 انها L1 star. L3 is also regular. غير ما شو اخذنا كمان في reverse. قلنا L3 يساوي مثلا L1 reverse. L3 is also regular. وايش كمان قلنا؟ ال complement. لو انا معرف L3 انها مثلا L1 complement L3 is also regular. قلت لكم شوفوا لي الكونكاتينيشن. مين شاف لنا اياها؟ حاضر الماضي قلنا شيكوا لي على الكونكاتينيشن. L3 يساوي L1 سوري مش دكتور الانترسكشن قصدك دكتور. ايه سوري الانترسكشن. L3 يساوي L1 intersect L2. برضو L3 regular ولا لا يا شباب؟ مين شاف لنا اياها؟ مين شاف لنا هل intersection كمان هل regular languages closed under intersection ولا لا؟ دكتور مش لو اخذنا الكومبلمنت للانترسكشن بعطينا اليونيون. فإذا راح تكون ريجولر صح؟ يعني عليك ممتاز حسنت. معناته L3 is also regular. بنقدر نثبتها زي ما حكى زميلكو. كيف بقدر أثبت إنه الانترسكشن between two regular languages are also regular؟ من خلال اليونيون ومن خلال الكومبلمنت. تذكر من دي مورغان لو
ايش ال1 انترسكت ال2 تساوي؟ يعني هاي البروف تبعها. ايش ال1 انترسكت ال2 بتساوي من خلال دي مورغنز لو؟ كومبلمنت ال1 يونيون كومبلمنت ل ال1 كومبلمنت يونيون ال2 كومبلمنت، صح؟ دخل الكومبلمنت على القوس على ال1 كومبلمنت يونيون ال2 كومبلمنت، حصير ال1 انترسكت ال2. هلا بما انه الكومبلمنت، بما انه لا الريجولار لانجويج از كلوزد اندر كومبلمنت وكلوزد اندر يونيون، معناته حتكون كلوزد اندر انترسكشن، لان بقدر اعرف الانترسكشن بتوين تو لانجويجز انها عباره عن كومبلمنت للكومبلمنت للغه الاولى، اتحاد الكومبلمنت للغه الثانيه. تمام يا شباب؟ تمام دكتور. طيب هلا عاده عشان نعمل انترسكشن لها بروسيجر خاص سهل بس مش مطلوب منه، عشان لو انا عندي عاده بنعمل بين تو دي اف ايز، لو انا عندي تو دي اف ايز بدي اعمل انترسكشن بينهم لها الجوريثم بتطلع لي الانترسكشن بين تو دي اف ايز، بس مش مطلوب منه. طيب هلا بس احنا بنقدر نثبتها بهذه الطريقه. طيب هلا كيف نعمل كومبلمنت؟ هاي مهمه ومطلوبه منه، والريفرس مطلوبه منه. لازم نعرف كيف نبني فاينايت اوتوماتا للانجويج الفاينايت اوتوماتا تاعتها معروفه. لو انا عندي فاينايت اوتوماتا للانجويج بدي اطلع فاينايت اوتوماتا للريفرس تبع اللانجويج هاي، ايش البروسيجر؟ كان عند المحاضرة الماضية. نعكس ما بين الـ final state والـ start state. الـ start state بصير final والـ final state بصير start، وايش كمان بنسوي؟ وبنعكس الأسهم. بنعكس الأسهم. تمام؟ إذن عشان أجيب reverse لfinite لlanguage معينة، تمام؟ لو أنا عندي NFA إلها، NFA مع single accepting state، هاي أهم إشي، NFA مع single accepting state، بس مجرد إني أنا بخلي الstart final والfinal start وبعكس الأسهم. يعني أخذنا عليها example، لو انا عندي على سبيل المثال ال1 هي عباره عن let's say a b n c n اكبر او تساوي 0، هاي اللانجوج مكونه تبدا ب a بتنتهي ب c ومكونه بعدين اني عدد any number of bees. تمام؟ وبدي اطلع ال NFA لل L1 لل L1 reverse. بدي اعمل NFA لل L1 reverse. طيب ال L1 ايش ال NFA تعيدها؟ تبدأ بA وتنتهي بأي عدد من البي. A وكيف بدي أرسمها يعني؟ من Q0 لQ1 وQ1 سيلف لوب على البي. بعدين هاي DFA بدك يا دكتور؟ لا لا أي في C كمان. C اللي هي language AB بيطلع منها، أو حرف C عادي الالفابت اللي عندي هون ABC. ABC اوكي. الالفابت اللي يكون بس AB. عادي الالفابت اللي عندي ABC. تمام بطلع من السي لك Q3 وQ2 عفوا Q2 هي فاينل. تمام.
اذا كيو 0 لكيو 1 اي كيو 1 عندي سنجل فاينل ستيت. لو انا بدي اعمل ان اف اي للريفرس تبع بدنا نعكس الاسهم وكيو 0 بتصير كيو فاينل كيو 2 بتصير كيو ستيت. انا اعكس الاسهم ممكن ارسمها بنفس الطريقه او الفها. يعني هلا هاي كيو 2 كانت فاينل صارت هون ايش ستارت. ببلش من الفاينل ببلش اعكس بالاسهم. هلا مين كان داخل على كيو 2؟ يهمنيش اللي طالع منها بكون من داخل عليها. مين طالع من مين داخل على كيو 2 اللي هو ايش كيو 1. فهلا هعكس السهم بصير كيو 2 رايح لكيو 1. هاي كيو 2 كيو 2 بصير رايح لكيو 1 ايش بسي كيو 1 كانت داخل عليها مين من كيو 1 بي. فانا عندي كيو 1 لكيو 1 بي لما اعكسها هتضلها كيو 1 لكيو 1 بي. لما اعكس السهم ما هتفرق ان هو من كيو 1 لكيو 1 لما اعكسه حيضل من كيو 1 لكيو 1. بعدين كان عندي من كيو 0 لكيو 1 هلا حيصير من كيو 1 لكيو 0. الستارت بتصير هي الفاينل تمام. لاحظوا ايش اللانجوج اللي نجت معي. سي بي هو ان اي والاي والان اكبر او تساوي زيرو. واضح سي B قوة N A والN أكبر أو تساوي صفر. واضح شباب؟ واضح دكتور. طيب بالنسبة للكومبلمنت كيف بقدر أثبت إذا أنا عندي language L1 regular فالكومبلمنت حيطلع لي language جديدة برضو regular. كيف نعمل كومبلمنت؟ لو انا عندي L is a regular language كيف بقدر اثبت انه L complement is also a regular. language شغلة بسيطة. أولا نقول له find DFA for L. اثنين لازم يكون DFA عشان أقدر أطلع الكومبلمنت. DFA إلها لازم تكون هي إيش DFA find DFA. ما بضبط NFA. يعني لو كان عندي NFA إيش لازم أسوي؟ لازم احولها ل دي اف اي. find دي اف اي فور ال بعدين make final states regular states regular يعني non final make final states non final او regular يعني. و make
النون فاينل او الريجولر يعني ايش بتخليهم فاينل. اول اكزامبل لو انا عندي على سبيل المثال ال تساوي مثلا A 2N N أكبر أو تساوي 0. هاي اللانجوج إيش بتمثل شباب؟ اللي هي دكتور الأعداد الزوجية من عدد A. Exactly. عدد زوجي من الايه. تمام؟ كيف بعملها دي اف اي هاي؟ كم ستيت بدي؟ كيف بقدر ارسم لها دي اف اي؟ تو ستيتس دكتور بدنا 100% بما انه زوجي فردي معناته بدي تو ستيتس. ستيت تمثل زوجي وستيت تمثل فردي. او ممكن عشان يكون الحل تبعنا نسميه فردي الستيتس. مين الستيت اللي حتمثل الزوجي يا شباب؟ مين الستيت اللي حتمثل الفردي؟ على دكتور الستارت هتمثل الفردي. الستارت هتمثل الفردي ليه؟ هلا انت على الستارت ايش السترينج اللي انت بتقراه؟ لو انا عملته هذا فاينل لمده ممكن مثلا لمدة. هل اللمده زوجي ولا فردي طويل العمر؟ قديش عدد الاي في لمده؟ زيرو صح صح زوجي زوجي. لاحظوا السترينجز موجوده عندي بهاي اللغه إيه؟ لمده A A 4 A 6 A صح؟ أنا المطلوب مني أطلع complement find df for L complement. هلا أنا بدي أطلع df A for L DFA for L يكون عندي two states بما انه هاي اللغة بتمثل الزوجي معناته start هي final نسميها E مثلا وهاي حتكون odd مش حط O بلاش تفكروها final state اذا even وهاي odd تمام. طيب من E لأود إيش الترانزيشن عندي؟ هاي شباب حتكون الـ A دكتور إيه ومن أود للإيفن إيه برضو إيه حتكون الـ A. هل هاي الـ DFA بتمثل هاي اللانجوج؟ يس جرب لمدا accepted يس هاي start final لمدا accepted تنتين A 1 2 معناته accepted. طب 3A لازم تكون rejected. هل 3A rejected عندي هون؟ يلا مين يحكي لي؟ Yes 1 2 3 yes rejected. 4A accepted. 5A rejected. 6A accepted. أي شيء زوجي accepted. تمام. طب هلا المنطق شو بيحكي لي؟ ايش الكومبلمنت؟ حتمثل الأعداد الفردية معكوس الزوجي بالضبط اللي هو إيش عبارة عن أتوس أوس 3N A أوس 2N زائد 1 بس 1 يس where N أكبر أو تساوي 0. جرب حط N 0
يصير عندي A1 يعني هي هتكون فيها أصغر string هو A. خد N1 هتصير عندي 3 A دين 5 إلى آخره. تمام؟ طيب هلأ هاي أنا من هاي DFA بدي أطلع DFA للL complement. إيش القاعدة تحكي لي؟ Make final state non-final و make non-final final. لا بعكس أسهم ولا بعمل ولا إشي بالcomplement، باجي برسمها زي ما هي بالضبط بس بدون ما أحدد الفاينل ستيتس. عندي هاي even وعندي هاي odd وعندي هذا سهم A وعندي هنا سهم A. العملية الوحيدة اللي بسويها بعكس الفاينل نون فاينل والنون فاينل فاينل. هون الـ E final إيش حتصير هون؟ نون فاينل. والodd final إيش حتصير؟ الodd non final إيش حتصير؟ final. تصير final. إذا كانت regular اعتيادية حولتها لفاينل. لاحظوا هاي عشان أقبل أتليست بدي أقرأ 1A. 2A مش accepted. 3A accepted وهكذا. جربها على أي language بدك إياها. إذا كنت أنت جايب DFA عندك DFA بدك تطلع الكومبلمنت لهاي اللانجوج بس اعكس. بس أهم إشي إنها تكون DFA. NFA ما بزبط الحكي هذا. طب لو أنا عندي NFA وبدي أطلع الكومبلمنت إلها إيش بسوي؟ بنحول الـ DFA. Exactly. وهذا الإشي بيساعد مرات على تمثيل بعض اللانجوجز. يعني لو أنا عندي على سبيل المثال لانجوج صعبة، صعب إني أنا مباشرة أروح أرسم لها finite automata. تمام؟ إيش بسوي؟ بروح برسم finite automata للcomplement تاعيتها. تمام؟ ممكن finite automata للcomplement على سبيل المثال يكون فيها إيش فقط؟ تكون فقط NFA. بروح برسم NFA للcomplement language إلها، بعدين بحولها لـ DFA، بعدين بعكس non-final final والfinal non-final، بطلع معاي finite automata لمين؟ لا الأصلية اللي أنا بدي إياها. اوكي اذا عرفنا ايش الاوبريشنز اللي الريجولار لانجويجز كلوزد اندر. هلا حنشوف كيف انا اعرف ايش اللانجوج اللي بيمثل لي اياها regular expression. بقول لي لو انا عندي هذا regular expression بدي اعرف ايش اللانجوج اللي بيمثلها A or B C star. عندي هذا regular expression اللي هو A or bc star. بدي انا اطلع اللانجوج اللي بيمثلها هذا الريجولار اكسبريشن. لانجوج ممكن انا اعبر عنها عن طريق ليست اوف سترينجز. فمين يحكي لك ايش يعني ستار على a or bc؟ ايش يعني؟ كيف بقدر اطلع او اعرف ايش السترينجز اللي بيلونج لهي اللانجوج ولا لا؟ ايش يعني اصلا ستار؟ اللي عدد من عدد الكونكاتينيشن هذا اور مور اوف كونكاتينيشن.
تمام. طيب لو اخذنا 0 A or B C 0 ايش هيعطيني دائما اي شيء تو ذا باور 0 بالكونكاتينيشن لامدا. طب لو اخذنا 1 1 A or B C هو 1 ايش يعني؟ يعني مسموح لك تاخذ اما A او B C فقط، بس بتاخذ حبة واحدة مرة واحدة. فهاي to the power A or B C to the power 1 ايش هتعطيني؟ A B C A او B C. طب لو اخذنا to the power 2 A A or B C مسموح لك تاخذ حبتين باي ترتيب؟ A A A B C. خدت أول مرة الـ A مع حالها، بعدين الـ A مع الـ B C، بعدين B C مع حالها، B C B C أو B C مع الـ A. واضح؟ بعدين to the power 3 لما مسموح لك تأخذ ثلاث حبات بأي ترتيب، ثلاثة A وهكذا. واضح يا شباب ايش يعني ستار؟ فانا هون لما اشوف هذا الريجولر اكسبريشن لازم اكون قادر اني احدد انه سترينج معين بيلونج ولا داز نوت بيلونج. يعني سؤال لو قلت لك على سبيل المثال ال A B C A اكسبتد ولا مش اكسبتد بهذا السترينج؟ Not accepted. Not accepted ليش؟ أي أساس جاوبت يعني قلت لي not accepted؟ على الفورم اللي مشينا عليها. على الفورم اللي مشينا عليها not accepted. الفورم اللي مشينا عليها بتحكي لي إنه بتقدر تأخذ أي عدد بأي ترتيب. فأنا أول مرة أخذت الـ A. ثاني مرة باللف الثاني أخذت بي سي، ثالث مرة رديت أخذت الـ A وكونت هذا الـ string. هاي يعني الـ star. star يعني خد كل مرة من هون وكون الـ string بأي ترتيب بدك إياه. فلاحظ هذا الـ string مكون من هاي القطع الـ A والـ B C. وضحت الفكرة؟ وضحت دكتور. يعني belong ولا does not belong؟ belong belong. طب لو أخذت A B A C هذا belong ولا does not belong؟ هاي مفروض does not belong. does not belong لأنه ما في قطع أقدر أوفرها من هون. نعم. هاي القطعة موجودة، هاي القطعة موجودة، بس هاي القطعة مش موجودة. نعم. وهاي القطعة مش موجودة. واضح؟ واضح دكتور. هون ستار حر أنا بالترتيب اللي أنا بدي إياه بالعدد اللي أنا بدي إياه. معاك zero or more of concatenation من هاي القطع الموجودة عندي داخل الأقواس. تمام. طب لو اخذنا على سبيل المثال to the power معين هون star معناته اي عدد بس لما يحدد لي ويحكي لي r2 مثلا هو عبارة عن a or b c قوة 3 هون اجباري لازم اخذ اكم قطعة عشان اكون اللانجويج؟ ثلاثة. طب ايش هم الثلاثه اللي باخذهم؟ حر باي ترتيب بدي اياه. طب مين يحكي لي في الحاله هاي كم سترينج حيطلع معي باللانجوج بقدر اعرف؟ ثمانيه
كيف عرفت انه 8؟ ما اثنين اثنين قوة ثلاثة بحكم انه عندي 2 strings هنا، اثنين قوة ثلاثة بتعطيني 8. ممتاز 8 مضبوط. بعد عدد السترينج الموجودة عندي هون بعملها القوة هاي. كم سترينج عندي هون جوا؟ عندي 2 سترينج. وقديش الباور اللي عندي هون؟ 3. ما بقدر اكون 8. اوكي؟ فانا هون خلينا نجرب ناخذ الاي اول شيء لحالها، هيعمل لي 3 اي. بعدين خد التنتين A مع البي سي، تنتين A مع البي سي، خد جميع الاحتمالات يطلع معي A A B C. وإيش كمان؟ A B C A و B C A A. بعدين خد واحدة A مع تنتين B C، يعني حصير عندي A B C B C. بعدين B C A B C قلنا A B C B C B C A B C و B C B C A. بعدين خد 3 B C، 1 2 3. ليش طلع معاي 1 2 3 4 5 6 7 8؟ يعني الكارديناليتي لهاي الست طلعت يساوي ايش؟ هاي مسميها كارديناليتي، يعني عدد العناصر. ذكرين ايش مسميها هاي؟ كارديناليتي، خدناها في البدايات. شباب واضح؟ مهم انك تفهم هذا عشان تقدر لما اجيب لك ريجولار اكسبريشن واجيب لك سترينج اقول لك هذا ينتمي ولا لا ينتمي لللانجويج تبع هاي الريجولار اكسبريشن، تقدر انك تحدد. واضح يا شباب؟ كله تمام دكتور. هلا بقول لي في طريقه عشان نقدر فيها اللانجويج اللي بتمثل ريجولار اكسبريشن، او عشان نعرف انه regular expression صح او غلط. بقول لي اي regular expression لازم يكون مكون من primitives plus operations، يعني عشان يتكون هذا regular expression لازم تبدأ بالprimitives تعونه، بعدين تطبق عليه الoperations المسموحة عشان يتكون، غير هيك بكون هذا regular expression غلط. طيب ايش هي البريميتيف تاعت الريجولار اكسبريشن؟ فاي ولامدا والفا. ايش يعني الحكي هذا؟ يعني عم بحكي لي انه الفاي نفسه هو ريجولار اكسبريشن، يعني لو جبت قلت لك ار ريجولار اكسبريشن يساوي فاي، هل هذا ريجولار اكسبريشن صحيح؟ يس. طب ايش اللانجوج اللي بيمثلها هذا الريجولار اكسبريشن؟ ستارت ستيت وحيده مثلا امتي سترينج، امتي ست وليس امتي سترينج. امتي ست بيمثل امتي ست، بيمثل فاي، لكن فاي نفسه بعتبره ريجولار اكسبريشن صحيح، واللانجوج اللي بيمثلها هي فاي، هي مجموعة خالية. نفس الشيء بقدر اعتبر لامدا انه ريجولار اكسبريشن. طب ايش اللانجوج اللي بيمثل لي اياها لامدا؟ ايش اللانجوج اللي بيمثل لي اياها لامدا؟ هي الست الزيرو، اللي هي ست بتحتوي على one string اللي هو الامتي string. واضح؟ كمان مرة، لامدا نفسه هو regular expression واللانجوج اللي بيمثلها عبارة عن مجموعة بتحتوي على one string اللي هو الامتي string اللي هو لامدا. وقال لي
ألفا. ألفا مقصود فيها أني ألفابت. ألفابت سيمبول، مش الألفابت مكون جواته من سيمبولز A B C whatever based على اللغة. فألفا ممكن يكون A، ممكن يكون B، ممكن يكون حرف جوا الألفابت. فلما أجي أحكي لك على سبيل المثال R5 يساوي A، هاد regular expression صحيح. طب إيش اللانجوج اللي بيمثلها regular expression 5 R5؟ هي عبارة عن مجموعة بتحتوي فقط بس على الـ A. واضح؟ وهون إيش L الـ R3 تساوي؟ ألفا. ألف. هدول بنسميهم الـ primitives. primitives أساسيات، لأنه ما في عندك أي operation. أنا هون حاط أي operation؟ لا. تمام؟ فأي regular expression بدي أكونه بكونه من هاي الـ primitives plus الـ operations المسموحة. أول إشي الـ primitive هي phi لامدا ألفا. طيب هلأ لو أنا عندي regular expression وبدي أكون regular expression معقد منه أكتر، إيش الـ operations المسموحة؟ عندي اللي هي الـ or أو الـ union، عندي الكونكاتينيشن، عندي الستار كلوجر، وعندي الأقواس. كل هدول العمليات مسموحين بالريجولر اكسبريشن عشان نكون مور كومبلكس ريجولر اكسبريشن. يعني على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك هذا الريجولر اكسبريشن ار تساوي اي اور بي سي ستار، هل هذا a correct regular expression؟ is r a correct regular expression ولا لا؟ وليش؟ هل R يعتبر correct regular expression يا شباب؟ هو يعتبر regular expression. طيب إيش دليلك؟ السبب دكتور وجود عندي يعني العملية الأربعة كلها مع بعض. يعني عليك إنه مكون من the primitives. طيب إيش the primitives تبعه هاد؟ إيش the primitives اللي تكون منها؟ اللي هي ألفا 1 A وألفا 2 B وألفا 3 اللي هو C. تمام؟ هاي البريمتيفز ما في لا فاي ولا لامدا. بعدين الأوبريشنز اللي استخدمناهم عشان نكون هذا الريجولر إكسبريشن كلهم أوبريشن مسموحين. عملنا كونكاتينيشن بتوين ألفا 2 وألفا 3. أوكي بعدين إيش سوينا؟ سوينا يونيون أو أور ألفا 1 مع ألفا 2 ألفا 3 اللي كوناهم من هون. بعدين استخدمنا الأقواس. بعدين استخدمنا إيش؟ الستار كلوجر. بالتالي هذا regular expression صحيح based على هذا definition. واضح يا شباب الفكرة؟
واضح الفكرة يا شباب. مهم إن نكون فاهمين الريجولر إكسبريشن كيف بتكون وإيش العمليات المسموحة فيه. تمام؟ تمام دكتور. تمام دكتور. طيب لو كان عندي على سبيل المثال هذا الريجولر إكسبريشن، أو R5 نسميه مثلاً، هو عبارة عن A or B C plus. هل هذا يعتبر regular expression صحيح؟ هذا يعتبر صحيح دكتور. No, it's not. شو معنى بلس؟ لأنه هو أنا عندي بلس إيش؟ مش ممكن تكون فاي دكتور مثلا؟ لا هلأ إحنا اتفقنا عشان أخلي الريجولر إكسبريشن صحيح لازم يكون من الأوبريشنز المسموحة. هل مسموح أعمل أور بين طرف واحد ولازم يكونوا طرفين؟ لا لازم طرفين، وبالتالي هاي الأور غلط اللي هون. واضح؟ فبقول لي أي ستريت، تفضل، أي string is a regular expression if and only if it can be derived from the primitive regular expressions by finite number of applications of the rules. لازم تقدر تكونه من عدد محدد من الرولز الموجودة عندي. إذا ما شفتهم مع بعض بالإكزامبل هاد، بلشت في A تمام، أو بلشت أول إشي في B concatenate C، بعدين عملت OR بعدين عملت أقواس بعدين عملت ستار كلوجر. فأنا هون كل مرة عم مطبق أحد الأوبريشنز وبلشت بالبريميتيفز، البي بريميتيف والسي بريميتيف والأي بريميتيف، هون مستحيل أقدر أكون هذا. يعني مثلا هل هذا يعتبر regular expression؟ يا شباب هذا دكتور ما يعتبر. ليش؟ أو إلا مظبوط يعتبر دكتور، لأنه بدأ عندي بالألف بيت مثلا وانت عندي بفاي بلشت بالبريمتيفز، الأي بريمتيف البي بريمتيف السي بريمتيف والفاي بريمتيف الفاي بريمتيف. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح دكتور. العمليات الموجودة كلها valid، كلها صحيحة. عندي هنا or، عندي هنا concatenation، ممكن أرمز للconcatenation بدوت، وعندي هنا star closure. بس بقول لي a زائد b زائد is not regular expression، لأنه ما في طريقة بقدر أبني من البريميتيف. أوكي؟ أوكي. طب بقول لي كيف تقدر تحدد اللانجوج تبع regular expression؟ بقول لي ممكن إن نحددها عن طريق تنفيذ هاي العمليات. يعني بقول لي ان نضلنا نبسط عبين ما نرجعهم للبريميتيفز تاعيتهم. كيف يعني؟ يعني انا عندي على سبيل المثال هاي القواعد، اللانجوج تاعيت R1 يونيون او اور R2 هي اللانجوج تاعيت R1 يونيون اللانجوج تاعيت R2. طب ايش اللانجوج تبع الكونكاتينيشن بين تو ريجولار اكسبريشن؟ هي اللانجوج للريجولر اكسبريشن
expression الأول concatenate the language the regular expression الثاني. طب إيش the language تبع regular expression بين أقواس؟ عادي شيل الأقواس وطلع the language للي جوا. طب إيش the language تبع regular expression في star؟ هي عبارة عن the language the regular expression بعدين بعمل star لل language نفسها. تمام؟ فهون بستخدم زي recursive definition بسموه recursive definition بدك تضلك تبسط. تمام؟ هلا ايش يعني ريكيرسيف ديفينيشن؟ يعني بدي اضل اطبق هاي القواعد ريكيرسيفلي حتى اوصل للبريميتيفز الفاي لامدا او الفا. طب خلينا ناخذ اكزامبل نطبقها على سبيل المثال هون ال اي اور بي لهذا الريجولر اكسبريشن بدي اطبق عليه القواعد. ال ال A or B concatenate A star حسب القواعد الموجودة عندي. لو انا عندي concatenation تمام ايش بسوي؟ بوزع اللانجوج عليهم بعتبر هذا R1 وهذا مثلا R2 فاللانجوج ل R1 كونكاتينيت R2 ايش قلنا يا شباب؟ L ال R1 اللي هو A or B كونكاتينيت L ال A star. طيب ايش ال ال A or B؟ هي عبارة عن ال ال A union ال ال B. طيب ايش ال ال A star؟ شفنا قبل شوية شباب حكينا ال ال R1 star هي LR1 star. خذ اللانجوج للريجولر اكسبريشن وطلع الستار برا. فايش حتصير عندي؟ L ال A والستار برا. طيب ايش اللانجوج؟ ايش اللانجوج لل A؟ لو انا عندي على one character بدي اطلع له اللانجوج. لانجوج ايش السترينج اللي تحتويها؟ ست من السترينج او ست اوف ايه؟ ست بس سترينج تحتوي بس ايه. اتحاد ال اوف بي نفس الشيء ست تحتوي بس بي. وال ال ايه هي ست بتحتوي على بس ايه. والستار برضه. طب ايش ست يونيون ست ثاني ايش هيعطيني؟ ست ايش فيها؟ ايه وبي. طبعا هون ما في داعي للأقواس. دوت ايش الاي ستار ايش هيعطيني؟ النمبر اوف ايز هيعطيني لامدا. ايش السترينجز اللي فيها لامدا؟ اي 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 الى ما نهايه. طب ايش الكونكاتينيشن بينهم هدول؟ ناخذ الاول نعمل كونكاتينيشن مع جميع عناصر المجموعه الثانيه. اي مع لامدا ايش تعطيني؟ اي اي مع اي 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 تن اي اي مع تنتين اي تريبل اي تريبل اي مع تريبل اي 4 اي وهكذا. بعدين خذ بي واعمل لها كونكاتينيشن مع المجموعه كامله. بي مع لامدا بي بي
بي مع A بي A بي A بي مع تنتين A بعدين بي مع ثلاثة A إلى المال النهاية. واضح كيف حددت اللانجوج لريجولر إكسبريشن عن طريق اللي هي استخدام هاي الديفينيشنز هاي القواعد. ولو عندي لانجوج لريجولر إكسبريشن 1 أور ريجولر إكسبريشن 2 هي اللانجوج تاع ريجولر إكسبريشن الأول يونيون اللانجوج تاع ريجولر إكسبريشن الثاني كونكاتينيشن نفس الشيء لانجوج لآر 1 كونكاتينيت إل الآر 2 الأقواس ما حتزيد لي ولا إشي. الستار كلوجر هي ال الار 1 الكل ستار نفس القواعد اللي طبقناها حتى وصلنا للبريمتيفز. لاحظوا هون وصلت للبريمتيف الفا هون ال الالفا هي مجموعه بتحتوي على الفا هو نفس الشيء هذا الفا. الشباب توقف هون كمل المحاضره القادمه بس هو بسيط ما في إشي بس انا بهمني انك تعرف لو جبت لك regular expression كيف تحدد هاي المجموعه كيف تعرف انه string معين ينتمي لللانجوج تبع هذا regular expression ولا لا. انا اوريدي نزلت لكم worksheet بليز اشتغلوا عليها على regular expression ان شاء الله دكتور. اوكي ناخذ حضور من attendance list. يعطيك الف عافية دكتور.